السلام عليكم مجددا. نستمر مع الجلسة الثانية، وأستضيف ضيوفي الكرام للتفضل للمنصة. أستاذة كاترينا إكسي، سي محمد، سأكون إجرائيا جدا، والجلسة الثانية في اليوم الأول من الملتقى الوطني للتعلم وتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة ستكون بعنوان أي علاقة بين تعلم وتعليم الكبار والتنمية. سأستضيف في هذه الجلسة الأستاذة كاترينا بوبوفيك، وهي المديرة المعهد الدولي لتعليم الكبار. أستضيف كذلك العزيزة إلسي وكيل، وهي رئيسة البيت العربي لتعليم وتعلم الكبار والتنمية. أستضيف كذلك الصديقة سميرة الفيض، وهي إطار بلانابيك بوكالة تشغيل الكفاءات. أستضيف كذلك الأستاذ محمد مجوج، اللي هو مدير أكاديمية مؤسسة زبورة للتربية. أستضيف الأستاذ محمد يمني، اللي هو إطار بإدارة السجون. فأطرح على صديقاتي وأصدقائي مجموعة من الأسئلة، وهي أسئلة كذلك موجهة للقاعة. سؤالي الأول، وهو أية آليات وأية بنيات لاستقبال المتحررات والمتحررين من الأمية لإطلاق دينامية التعلم الذاتي المستمر والدائم؟ سؤالي الأول. سؤالي الثاني، وهو سيكون سؤالي الثاني، وهو بأية تصورات ومناهج ومقاربات يمكننا تأهيل المتعلم والمتعلم الكبير ليكون فاعلا في مجهودات التنمية إنتاجا واستفادة من ثمار هذه التنمية؟ سؤالي الثالث، والأسئلة هي موجهة للمتدخلات والمتدخلين، كما أنها موجهة لتشجيع وتحفيز القاعة على المناقشة فيما بعد. سؤالي الثالث، أي تأهيل للمتعلم الكبير لمواجهة تحديات زمانه دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة؟ سؤالي الموالي سيكون، كيف نجعل تعلم وتعليم الكبار في خدمة اليافعين والشباب على درب الاندماج السوسيو اقتصادي؟ سؤالي الموالي، كيف نؤهل المتعلم الكبير ليصير حارسا للسلم العالمي والتعايش بين الشعوب، مقتنعا ومدافعا عن قيم حقوق الإنسان أي ما كان؟ سؤالي الموالي، كيف نؤهل الراشدة والراشد للاستفادة من ثمار
الثورة التكنولوجية. سؤالي الموالي: كيف نؤهل الراشد للتكيف مع تسارع التحولات التي يعيشها العالم؟ وهذه أسئلة وأخرى أطرحها في سياق البحث عن العلاقة الممكنة بين تعلم وتعليم الكبار والتنمية. سأعطي الكلمة في البداية للسيدة كاترينا بوبوفيك، وستكون مداخلتها حول تعليم الكبار والتنمية المستدامة، منهجية، تطبيق، تحديات وأولويات. Yes. Okay. So it means I speak slowly. With cooperation, convenience. Thank you, Shukran, for this invitation. Oh, you know already. Thank you, Shukran. I mean, a few things, although I should make some progress in my Arabic. I'm really glad that I am allowed, invited and allowed to be with you today. And it's so good to be again in Morocco. أنا جد سعيدة بلقائي بكم وجد سعيدة كذلك بعودتي إلى المغرب مرة أخرى. It's such a great pleasure to see some familiar faces but also to get new friends. وكذلك أنا جد سعيدة بلقائي مع مجموعة من الحضور الكريم. Now after a few visits when I come to Morocco it feels almost like being home, being back. وأحس الآن عند عودتي للمغرب كأنه بلدي الثاني. And being at university underlies this feeling because basically university is my home. I'm teaching, I'm professor on Dragojed University in Belgrade. وحضوري تحت مظلة الجامعة يعني يشعرني كأنني في جامعتي وفي منزلي، خصوصا وأنا أدرس مناهج التربية والتكوين. And I want first to say a congratulation to our host. تهانئي إلى منظمي المنتقى. You know, Confitia is a big, important event. Confitia هو حدث مهم. But it's only the event. ولكن هو حدث فقط. Confitia is, as a matter of fact, of a process. ولكن هو يعني مرحلة من المراحل. And what we do about it. ولكن ماذا يمكننا العمل من خلاله؟ And Morocco is showing that it, the country wasn't only hosting this conference. ولكن المغرب لم يكن فقط يعني يبرز أنه يستضيف الكونفينتيا، ولكن but taking seriously the results, Marrakesh aiming for action and all the outcomes. ولكن يأخذ بعين الاعتبار كذلك بنتائج توصيات كونفينتيا. And organizing the events in this follow-up process. ثم تنظيم يعني كذلك أنشطة ما بعد كونفينتيا. Not many countries are doing. في الحقيقة ليس فقط جميع البلدان تعمل كذلك. And I believe one of the indicators how much we appreciate Morocco and our host and the efforts they are doing. وهذا مؤشر قوي ومدى سعادتنا كيف هذا الملتقى ينظم هذا اللقاء. Is the fact that today at this event you have a quarter of the new executive committee of International Council for Adult Education. والدليل على ذلك هو أن تواجد معكم الآن تقريباً أكثر من 25% من أعضاء المجلس الدولي لتعليم الكبار. So my dear colleague, Alarbi and Elsie. يعني هناك العربي عماد وإلسي وهي المديرة. It doesn't happen very often. هذا حدث لن يحدث دائماً. And as expected for our Moroccan host, they always raise many important issues. Too many for a short time, but still I'll do my best to cover some of them. كما هي العادة هناك انتظارات كثيرة من منظمي هذا الحدث وسأحاول تغطية بعضها. The focus is now on the Sustainable Development Goals, and we have started already in the discussion after the first panel to touch upon some of these issues. نركز الآن حول التنمية المستدامة وتحدثنا عليها من قبل، لكن سأركز كذلك خطابي حول بعض النقاط. So one of the most important approaches we have is a double role of adult education in the implementation of SDGs.
من بين النقاط المهمة والأساسية هي كيف يجب أن تتم أجراءات بعد بنود التنمية المستدامة بعد كونفيتيا. So first one is having adult education as a goal alone. النقطة الأولى هي كيفية يعني وانتظارات من التربية والتكوين كغاية في حد ذاتها، هذه النقطة الأولى. You know, it was a big fight before sustainable development goals were adopted to get education as a standalone goal. It wasn't so easy. وكانت هناك يعني نضال مرير قبل التنمية المستدامة وكيف نجعل التربية والتكوين غاية من الغايات. So now it's there and we should really fight or continue fighting to keep it as an important goal and to have adult education within this lifelong learning. لهذا يجب أن نناضل وكذلك نترافع من أجل جعله غاية من الغايات بالإضافة إلى تعليم وتعلم الكبار والتعلم مدى الحياة. I said the double role. The other role is importance of adult education in implementing all other goals. وثم الدور الآخر هو كيفية جعل من خلال تعليم الكبار كيف يمكن أجراءات بعض الغايات وبعض الأهداف. How can you reduce poverty, achieve gender equality, sustainable consumption, economic development without adult education? هي تتحدث عن الغايات يعني كيف يمكن محاربة الفقر، مسألة التهميش، تعليم الكبار كذلك، وكذلك الإنصاف والمساواة. And I believe the same approach is valid for the national level, and we see it in Morocco, and I would like to really support this approach. وهذه مقاربة يعني مقاربة حتى على المستوى الوطني في المغرب، ونرى الآن كيف أن المملكة المغربية تدعم هذه المقاربات. So adult education can serve other purposes and other goals. It's يعني best instrument. تعليم الكبار ممكن من خلاله أن نحقق بعض الأهداف وبعض الغايات وتكون وسيلة مهمة جدا في ذلك. But let's not forget, it's also a human right. It means you don't have to justify that people have a right to access to education. Yeah. It's a basic human right. ولا يمكن أن نجعلها كمبرر لتحقيق غاية وإنما هي حق من حقوق الإنسان. يعني المقاربة هي أن تعليم الكبار هي حق من حقوق الإنسان وأولوية كبرى. Now going concretely deeper to the questions that we were asked to answer. بالنسبة لبعض الإجابة لبعض الأسئلة على بعض الأسئلة التي طرحت. What kind of adult education is needed? What kind of approaches? What kind of curriculum? ما هي نوعية يعني تعليم الكبار؟ نوعية المناهج، نوعية البرامج، وماذا نحن في حاجة إليه؟ Again, I would say a double approach or a double role. هناك مقاربات متعددة ولكن مقاربتين أساسيتين. First one, and it was nicely said by the speakers in the previous panel. المقاربة الأولى وهي طرحت وناقشت في الجلسة الأولى. Adult education can help adults to meet the challenges and to cope with the challenges, being it environmental, climate, economic, social, to help them to get control of their lives and improve their situation. يعني أن المقاربة الأولى وترتكز حول أهمية تعليم الكبار في تعليمهم يعني أنشطة أخرى حول الحفاظ على البيئة، حول لو شانجمون كليماتيك، حول المساواة، حول الإنصاف. But we should not stick to adaptation role of adult education. ولكن لا يمكن أن نكيف هذه المقاربة ونقف عند حدودها. I deeply believe that adult education should also have a transformative role. ولكن يجب أن تكون لمقاربة تعليم الكبار يعني مقاربة transformative تحويلية. Which means addressing the systemic and structural problems. يعني يجب أن نعيد النظر في إعادة النظر في المنظومة وكذلك إعادة هيكلة المنظومة التربوية من أجل ذلك. Addressing economic and social injustice that we see globally.
ثم كيف نرى عملية يعني عدم العدالة الاجتماعية، يعني هذه مقاربة مواطنية. So questioning the things that are not working well, not only about that. أسئلة حول المسائل وحول الأشياء التي يعني كي مارش با بيان. I'll give you an example what I concretely mean. كمثال على ذلك. When I give presentations in Europe, for example. لما أعطي بعض العروض في أوروبا مثلاً. You know, green skills, green transition, climate change. الخضرنة ثم الطاقة. What I usually tell to them, I said, dear colleagues, it's not enough, for example, in Germany, that you're recycling your garbage. أقول لهم مثلاً في ألمانيا يعني ليس بالكيفية السهلة. لوصول الخضرنة يجب أن نعمل على الريسيكلاج. You're cleaning your garden and your street and your local community. أنتم تنظفون منازلكم وحدائقكم وكذلك طرقاتكم. At the same time, big companies from your country or even your government, they're exporting this garbage to the developing countries. ولكن في نفس الآن أن هذه يعني النفايات هي تصدر إلى مناطق أخرى خصوصا في دول العالم الثالث. So you're polluting indirectly the environment in Africa, Asia, Latin America. يعني أنتم تلوثون يعني بلدان أخرى في أفريقيا وفي آسيا وفي بلدان أخرى. So through education they should get a broader view and think about broader global issues than not only their own garden and their own small street. يعني التربية والتكوين يعني هي ليس فقط تنظيف المنزل والواجهة، وإنما يجب أن تكون شاملة ومجتمعية. And in the regions and the countries where people suffer because of this injustice. لأن في هذه البلدان التي نصدر لها هذه النفايات هي تعاني معاناة أكثر. Adult education should also help them to open the eyes and to understand how those systems are working and to act against injustice. مسألة التعليم الكبار لها غاية وهدف مهم جدا، هو كيف يجب أن نحارب هذه العدالة غير الاجتماعية. Again in the context of SDGs. I thought I would get double time because of the translation. I guess you say it's double. You are right. Good strategy. So I get right. Some more time because of translation. Advocacy. So in the context of SDGs, I would like to touch upon the question of peace. ولكن سأركز حول مسألة السلم، مفهوم السلم. I mean, we know what's going on in Gaza. نقول السلم سلام. ما يحدث الآن في غزة. And of course, war in Ukraine already going on for quite a long time. في أوكرانيا وفي جهات أخرى. So what I like to say, world is not suffering because of the lack of skills. يعني أن العالم يعاني ليس فقط في افتقادنا للمهارات، ولكن but because of the lack of values, morality, ethics. لأن نفتقد الأخلاقيات ونفتقد كذلك القيم الإنسانية. So we have to rethink education and adult education. يجب كذلك أن تكون عندنا رؤية مخالفة لذلك من خلال تعليم الكبار. Digital skills, vocational skills, they are important, no doubt about that. والتكوين المهني هي مهمة، ولكن ليس فقط في حد ذاتها مهمة. And usually people tell me, you're an idealist. Education cannot change the world. ودائما يقول لي أنت إيديال. شكرا. But you know, one of the messages of the GRAIL, Global Report for Adult Learning and Education, that was promoted in Marrakesh. ولكن بالنسبة لبعض الأهداف والتركيز حول هذا القرار التقرير العالمي لتعليم الكبار was that adult education is underfinanced. يعني أن تعليم الكبار، مسألة تعليم الكبار، لا we need to invest more.
تحتاج إلى لو سمحتوا تحتاج إلى ميزانية أكبر ويجب أن نستثمر فيها. You know how much is annually spent on the military, on the weapon and military equipment. ما كيف يعني مسألة الصرف كم نصرف على السلاح والأسلحة بصفة عامة؟ In 2022. في سنة 2022. It was more than $2 trillion. أكثر من ثلاث. Trillion. Trillions. Try to count the zeros. احسبوا الأصفار. So when people tell me you're an idealist, I say no. Just give me a small percentage of the military budget. Make the weapon silent for a few days, and then education can change the world. لما يقولون لي أنت مثالية أقول لهم أعطوني نسبة مئوية مما يصرف على السلاح والأسلحة يعني تصرف على التربية والتكوين. And then because still of the short time, I will have just two more messages. جزء الرسائل فقط ثم أنتهي. Another important message from Grail was the participation. You remember that? ورسالة أخرى من هذا الرابور ديال التعليم الكبار هي Adult education is not reaching those that need it most, vulnerable groups. أن تعليم الكبار لا يصل إلى الناس الذين يحتاجونه. What is one of the best way to reach them to increase the participation? ما هي أحسن منهجية للانخراط الجميع؟ Partnership. شراكات. And I was delighted to see the partnership between Moroccan governments, especially Anelka, an old friend. وأنا جد سعيدة أن أسمع مثل هذه الشراكات خصوصا من طرف أنالكا. Civil society and academia. وكذلك من طرف الباحثين وكذلك المجتمع المدني. Through civil society you can easily reach the vulnerable groups because they are close, they work. من خلال المجتمع المدني ممكن أن نحقق الكثير لأنهم هم الذين يعلمون الواقع. And academia is giving us evidence-based guidelines and tell us if they are on the right way. الباحثين يقومون بأبحاث ويعطون النتائج وممكن أن نتبع خطاهم. You know, globally seeing, civil society is the biggest provider of adult education. ثم من خلال نظرة شمولية عالمية يمكن قول أن تعليم الكبار أن المجتمع المدني يعني هو الذي بإمكانه أن يقود قافلة تعليم الكبار. The biggest investor in adult education is business, private sector. ولكن المستثمر رقم واحد الميزانيات والمصاري to set the rules يعني إعطاء القواعد to control the quality مراقبة الجودة to enable the framework, the policy, legislation وكذلك تسهيل مأمورية إجراءات الـ framework ميثاق إطار إطار مراكز so only through partnership it can work يعني الشراكات والتشبيك يعني هو الوسيلة الأنجح. And finally, my last point, as adult educator, I cannot resist not to underline what was mentioned by some of the previous colleagues. That's professionalization. هي تتكلم الآن عن المهنة. المهنة مهمة جدا. We developed with UNESCO the curriculum global, the so-called curriculum for. Train the trainers. اشتغلنا على المنهاج مع اليونسكو وكذلك على تدريب المدربين. But of course, any other curriculum will work that will improve the quality. ولكن ليس كل المناهج يعني تعطي تكون يعني فيها جودة. We cannot improve and we cannot progress if we don't have people who are not only committed and passionate. But also professionally equipped to work. ولكن لا يمكن التقدم في هذا الأمل إلا إذا كان الناس صاهرون على ذلك
يكونون مهنيين وكذلك انجاجي ملتزمين في القضية. So thank you. The other points might be mentioned in the discussion, but thank you for the additional time and thanks to my dear translator. Oh, thank you. شكرا أستاذة كاتالينا. فمداخلة الأستاذة ركزت أساسا على المهام المطروحة لما بعد كونفينديا السابع، ودائما في إطار عمل مراكش والتحديات التي يطرحها السياق الدولي الحالي. Thank you, Katarina. الكلمة للأستاذة إلسي وكيل، الأمينة العامة للبيت العربي لتعلم وتعليم الكبار والتنمية. مداخلة الأستاذة إلسي، أولا ستعرفنا على البيت العربي لتعلم الكبار والتنمية وأهم برامج البيت العربي في علاقة بالإشكالات وقضايا التنمية. أولا أنا كتير فرحانة أنه عم نتلاقى هون بعد كونفنسيا 7 بمراكش يلي التحضير لإله ما كان سهل. تحديات للمجتمع المدني للمشاركة بكونفنسيا 7 كانت بعدني لهلأ ما بنسيها. فلحنا نجحنا كمجتمع مدني مع إيكاي، مع دي بي في، مع الملتقى المغربي، مع كل شركائنا، لا وأكيد كمان المعهد العالي لتعليم الكبار UIL بالحضور والمشاركة الفعالة في هذا المنتدى الدولي كونفنسيا 7. هيدا كانت أول خطوة لإلنا كبيت عربي منكون هيك عم نجمع هالأشخاص من كل البلدان، المنطقة العربية والعالم كلهم المعنيين في تعليم وتعلم الكبار، واجتمعنا بكونفنس بمراكش وعملنا اللقاء المجتمع المدني اللي هو كان قبل كونفنسيا، وهذا كان كتير مهم لنوصل صوتنا كمجتمع مدني للمجتمع الدولي يلي مهتم في تعليم وتعلم الكبار. اليوم كتير نحكى بعلاقة التربية والتنمية، وما فيش تربية بدون تنمية. احنا دايما بنقول هيك لأنه التربية هي الأساس، ولكن الهدف تبع التربية هو يؤدي لأنه ننمي الأشخاص يكون عندهم موارد مالية وموارد ومهارات، وهيدا الهدف الأساسي للتربية وخاصة تربية الكبار. وربطهم إذا زوجنا التربية للتنمية وأكيد بنوصل لفرد عنده بيتمتع بحقوق إنسان يلي هي نحن بنقول ضمن أهداف التربية اليوم القانون الأحوال قانون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الحق في التعلم، وبنعتبر إنه التربية هي حق من التعليم، فبنوصل لحقوق الإنسان إذا زوجنا التربية والتنمية. هيدا النتيجة تبعنا في كل عملنا. بدي أشكر أكيد الملتقى والدي في في على تنظيمهم لهذا الملتقى اليوم. وتذكرت شغلة من سنتين كان سعيد معنا على الزوم وأكيد بيذكر بنفس التاريخ طلب منا من مكتب الدي في في بالشرق الأوسط بعمان، نظرت كان بعده هو المدير الإقليمي، إنه نعطي نخبر عن عهد كيف ابتدت ومين شركائها في المنطقة. وهيك ترقى لإلي اليوم إنه هيدا نتيجة هالحوار. اليوم عنا الملتقى المغربي للتعلم مدى الحياة، وهذا شيء هيدي الثمرة لازم هيك تكبر
وتروح على غير بلدان مش بس المغرب، تروح على تونس، تروح على الجزائر، على موريتانيا، ويصير في بيت مغربي أو بيت شمال أفريقي لتعلم وتعليم الكبار. وهيك بتكون لأنه ما في شراكة، ما في حدا مجتمع مدني اليوم أو جمعية تشتغل لوحدها، دايماً نحن بنشتغل شراكة لأنه بنقوى أكثر ونوصل صوتنا أكثر. اليوم مداخلتي ما حطول، أحسن ما يقول لي سعيد عندك شوية وقت. مين نحن البيت العربي؟ بيت العربي يلي هو عهد، سميناه عهد لأنه بالإنجليزي بنقول له Arab House for Adult Education and Development، فالأبريفياسيون تبعه هو مظلة من أربع شبكات إقليمية بتشتغل على تعليم وتعلم الكبار. وأكيد بتجمع الممارسين والمؤسسات والناشطين في تعلم وتعليم الكبار بجميع أنحاء العالم العربي، وكمان بشمال أفريقيا عندنا بعض الشركاء يلي هن موجودين معنا كمان اليوم. رح اتطرق للأربع شركاء يلي هن الحملة العربية للتعليم واللي مركزها بفلسطين، واليوم كلنا مقلوبنا مع فلسطين ومع أطفال ونساء غزة إنه يوقف هالدمار ويوقف هالحرب ضدهم. عندنا الشبكة العربية للتربية المدنية أنهوريا اللي مقرها في الأردن، عندنا الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار اللي مقرها في مصر، وعندنا الشبكة العربية للتربية الشعبية يلي هي مقرة في لبنان، وعندنا شريك استراتيجي يلي هن الدي في في الجمعية الألمانية لتعلم وتعليم الكبار. حابدأ هيك أحكي سريعا كيف بدأ البيت العربي. بال 2015 لغاية اليوم كانوا يتلاقوا هالأربع شبكات مع الشريك الاستراتيجي للدي في في تيعملوا شيء اسمه الأكاديمية العربية لتعلم الكبار والتنمية. شو هي هاي الأرب أكاديمية أو الأكاديمية العربية؟ هي مشغل تفكيري توعي حول تعليم وتعلم الكبار في المنطقة العربية. كل هالأربع شبكات اللي سميناهم أو الخمسة هن كلهم مهتمين في تعليم وتعلم الكبار وشغلهم الشاغل في المنطقة. فقالوا ليش ما منكثف جهودنا ومنجتمع مع بعض، مش كل سنة بنعمل أكاديمية عربية، خلينا مش بس شريك واحد بنظم الأكاديمية العربية، خلينا مع بعض نشكل هالكونسورتيوم. وشكلوا شيء اسمه البيت العربي اللي هو كان مظلة لهالأربع شبكات، وحتى من اللوجو مثل البيت عاملينه مظلة للأربع شبكات. رؤية عهد هي تعلم وتعليم الكبار مدخل تربوي تنموي مجدد ومستدام لتحسين جودة الحياة. هذه هي أهداف التنمية المستدامة إذا بدنا نربطها برؤية البيت العربي. رسالة البيت العربي هو بناء فكر تربوي تنويري متجدد لإنتاج معرفة تساهم في التمكين مستندة إلى قيم المواطنة وحقوق الإنسان. بفتكر هدول كمان أهداف SDG4 يلي هن أهداف التنمية المستدامة يلي نشتغل عليهم. شو بتعمل عهد؟ عهد هي محفز للتغيير التربوي العام في العالم العربي عبر توفير قاعدة موحدة لتعليم وتعلم الكبار في المنطقة العربية. هي بتسعى لخلق التعليم والتغيير في من خلال الحوار المشترك والتفاعل والتبادل بين مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة، السعي لتعديل القوانين المحلية لمواءمة تطوير التعليم كأداة للتغيير، وخامسا العمل على تحسين جودة التعليم وتحفيز الحكومات على طلب مساعدة الأكاديمية العربية اللي عم بتصير في تطوير التعليم. ليش عهد؟ لأنه كان في حاجة لمنصة واحدة لتعليم وتعلم الكبار في العالم العربي. كان هناك حاجة لنظرية واضحة وأفضل الممارسات لتعزيز تعليم وتعلم الكبار في المنطقة، وهناك كان حاجة لتنشيط الأدوات والمنهجيات
والمقاربات لتعزيز تعلم وتعليم الكبار بالمنطقة العربية. رح أحكي عن 4 أهداف استراتيجية اللي حطيناهم ضمن الخطة. الهدف الأول هو تعزيز الإنتاج المعرفي النوعي، وهيدا اللي مفروض لحنا نشتغل عليه لنقدر نستمر في هذه التربية ونوصل لتنمية مستدامة عبر هذه المعرفة، الإنتاج المعرفي. ثاني هدف هو الكاباسيتي بيلدينج، اللي هو الإعداد وتطوير القدرات الشبكات والمؤسسات والخبراء اللي منتسبين للبيت العربي ضمن منهجيات واستراتيجيات بمجال تعليم وتعلم الكبار. الهدف الاستراتيجي الثالث يلي هو التأثير في السياسات والتشريعات فيما يخص تعليم وتعلم الكبار، وهذا اللي عم نشهد عهد بتواضع تعمله اليوم مع المنظمات، مع الفوكل بونت، مع الأشخاص الحكوميين اللي هن مندوبين من حكوماتهم الاهتمام بمجال تعلم وتعليم الكبار. والهدف الرابع هو أكيد هدف داخلي للبيت العربي، هو تحقيق الاستدامة المؤسساتية والمالية للبيت العربي. إذا بدنا نروح على كيف ربط الأهداف التربية اللي بنشتغل عليها كعهد ونهيك تمرج نعمل لها انفيزيون مع التنمية. أكيد التوفير التعليم الأساسي هو ضمان وصول كافة الدارسين إلى التعليم، واليوم لحنا مش كل البلاد عم تقدر توفر هيدي شو بقولوا اللي هي أهم مادة اليوم في تعليم، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو إنه الحق في التعليم. اليوم في عنا دول مش عم تقدر توصل أولادها أو للتعليم، فكيف لحنا اليوم بدنا نشتغل على تعليم الكبار وأكيد المتسربين من المدارس وكل هالأمر إلا ما إذا ما قدرنا عملنا توفير التعليم الأساسي. واليوم سمعت مبارح من صديقنا سعيد إنه في إضراب بالتعليم الأساسي 4 أيام بالأسبوع إضراب. قلت له شو بتدرسوا يوم واحد يعني بالمدرسة؟ فهيدي مشكلة اليوم كبيرة. تعزيز المساواة، نحن دايما منعزز تعزيز المساواة بين الجنسين، بين اللي عندهم كمان إعاقة، كل هالأمور يلي منحسها إنه لازم يكون في فرص تعلم متساوية للجميع. وذكرت كمان في الصورة اللي شايفينها يلي هي المجلة عهد، يلي اليوم سيما ديوني هو رئيس تحرير هذه المجلة بالبيت العربي، كانت عن موضوع القضايا الإدماج بتعليم الكبار، يلي كان موضوع جديد لنا كمان اليوم. وتطوير مهارات الحياة أكيد رح أمشي فيهم سريعاً. تكنولوجيا التعليم يلي كلنا عم نحكي اليوم، بدون تكنولوجيا في التربية والتعليم نحن ما قادرين نعمل تعلم مستمر، ونصير يمكن هيك راجعين في التعليم. تعزيز التنمية المستدامة اللي هي أساس كمان ربط التعليم الكبار بأهداف التنمية المستدامة مع التركيز على النوعية بقضاء البيئية، يعني اليوم عم نحكي كاترينا عم بتقول البيئة والبيئة، بس بنفس الوقت هني عم بيصدروا لنا التلوث على بلدنا. بس لحنا كمان بالبيت العربي اشتغلنا على عدد خاص في مجلة عهد يلي هو كان عن الخضرنة وتعليم الكبار، وفتحنا هيك الباب على التفكر بهذا الموضوع، كمان هو جديد على موضوع التعلم وتعليم الكبار. المشاركة المجتمعية مثل ما هون كنا عم نقول انه هي بصميم تنفيذ برامج تعليم الكبار لازم يكون في مشاركة، بيعزز الشمول يلي هو مطروح بإطار عمل مراكش، والاستجابة لاحتياجات المجتمع. أكيد إذا ما عززنا فرص العمل ما بنكون عم نعمل تنمية. كمان تضمين تدريب مهني وتطوير المهارات ببرامج تعليم وتعلم الكبار لتحسين فرص العمل والمشاركة الاقتصادية. وأخيراً عنا التعلم مدى الحياة، وهو تشجيع على مفهوم التعلم مدى الحياة مع توفير فرص تعلم مستمرة
مستمرة لتحديث المعرفة وتعزيز قدرات الفرد. رصد وتقييم من دون ما نعمل رصد وتقييم، وهيدي اليوم منحسها مهمشة بدولنا. ما نجحوا دولنا والحكومات تبعنا في الرصد والتقييم، فمشان هيك اليوم عم نعزز دور المجتمع المدني في إنشاء نظم فعالة لرصد وتقييم أداء برامج تعليم وتعلم الكبار لضمان تحقيق الأهداف وتحسين الجودة وتعزيز الوعي، وهذا أكيد مهم جدا، توجيه جهود لزيادة الوعي حول أهمية تعليم الكبار وتأثيره على التنمية المستدامة، وخامسا تتكامل كل هيدي الجوانب بتحقيق الأهداف التنمية المستدامة وتعزيز التقدم المجتمعي والاقتصادي. هيدول نقاط بعض الصور على بعض اللقاءات اللي بيقوم فيهم عهد، بس بدي روح على آخر شيء على المجلة، لأنه بهمني كمان. أكيد اشتغلنا كتير على المناصرة وكسب التأييد، بنصحكم تفوتوا على الويب سايت تبع عهد عهد.org يلي هي بتعطيكم لمحة أكبر على البرامج والأنشطة اللي بتقوم فيها وعلى موضوع المناصرة، والمجلة الإلكترونية الدورية يلي هي بتصدر مرتين بالسنة، هي مجلة عم تطرح مواضيع اليوم آنية مهمة جدا وجديدة ومتجددة. وبختم بأخيرا إنه آخر لقاء عملناه بالأكاديمية العربية اللي شارك سعيد فيه كان بلبنان، هو كان عن التربية التحويلية، وبتعرفوا الكمة نيويورك اللي صارت بسبتمبر 2021 كانت مش تكملة لإطار عمل مراكش، بس هي كانت جزء من كيف اليوم ممكن نفعل إجراءات إطار عمل مراكش. بدي لكم أنه كمان كبيت عربي اليوم مع الأربع شبكات مع 472 جمعية قدرنا حطينا خارطة الطريق ل 17 إجراء لتنفيذ إطار عمل مراكش على الأرض. حأتركه بين مع الملتقى لأنه رح يضربني سعيد إذا بقولهم 17 نقطة. فهي هو هذا هو كان عرض اليوم ب أقل من 5 دقايق أعطيتني سعيد. شكرا جزيلا. شكرا 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 أستاذة إلسي المداخلة. بس شغلة كتير كتير مهمة، دور لعبه البيت العربي مثل ما قالت إنه مش بعض الدول عم بتقوم بهذا الدور اللي أنتوا عم بتقوموا فيه اليوم كمان في المغرب. البيت العربي كان أول شبكة كانت عم بتعمل بوست كونفنتيا، يعني عم تعمل أول لقاء لتفعيل إطار عمل مراكش ودعية اليو اي ال، وكانت على هامش الأكاديمية العربية السنة الماضية. سمعت من شخص مسؤول باليو اي ال، قلت له احنا حطينا إجراءات خارطة الطريق لتنفيذ إطار عمل مراكش، قالوا لنا عملوا معروف طولوا بالكم بعض الحكومات ما قريت إطار عمل مراكش، انتو ترجمتوا للغة العربية، انتو عملتوا أول لقاء وبلشتوا تحطوا إجراءات وخارطة الطريق. نحنا ما فينا على السرعة تبعكم كمجتمع مدني، نحنا خلينا نمشي، انتو تحفزونا تلحنا نقدر نمشي مع بعض ونخطط سوا ونوصل لمرحلة التنفيذ كمان سوا وتنفيذ هالإطار على الأرض. شكرا. شكرا سيدة إلسي.